تبقي أمال السوريين. أمامك الآن الضربة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب العربي السوري. حائط الصد، الله، آه يا الله يا الله يا الله يا الله. لو أتى الهدف الثاني كان يأتي الفرح، لو أتى نعم الهدف الثاني كان يأتي الفرح، لكن يا الله يا الله في القائم. ولو كانت 2-2 كانت لمصلحة المنتخب السوري. يتدخل القائم الأيسر ويشارك، عمل اللي عليه عمر السومة وعمل يعني الضربة الحرة المباشرة. يوم ما كانت 1-1 كان الأمال إنه يعني إلى ضربات ترجيح، لكن 2-1 خلاص انتهى موضوع عملية ضربات ترجيح. وصلنا الآن، الأمل قبل قليل أتى الأمل، لكن القائم الأيسر، آه منك يا القائم الأيسر، آه منك الكرة، عمل الواجب، عمل اللي عليه عمر السومة السوري على هذا الأداء البطولي من المباراة رقم 1 إلى المباراة اليوم رقم 20. وحسبي الله على القائم الأيسر مرة أخرى.